هنتكلم على برضه النهارده والاسبوع اللي جاي واللي بعده. اللي جاي واللي بعده. لان في ناس اعتقدت ان هي ما دام عرفت درجتها من 50 ده كده خلاص مفيش درجات ثانيه، لا. اولا البورتفوليو هاخده مش الاسبوع اللي جاي، اللي بعده. حضورنا لغايه اخر لحظه. البورتفوليو هاخده الاسبوع اللي جاي، لا اللي بعده، هتاخده في نفس اليوم، هتسلمه لي وهقعد النهارده برضه اصلحه لك وهرجعه لك. دي حاجه، الحاجه الثانيه في لسه 10 درجات، الامتحان فاينل من 40 مش من 50. فاينل من 40 ففي لسه 10 درجات في ايدي. ما تجيش بقى. تحصل. اوكي؟ يبقى هنا هو انت عندك فرصه البورتفوليو عندك حتى 5 درجات بونص تساعدك برضه في الدرجات و تنتظم، واللي اهم من ده اهم كتير من ده ان انت تلتزم بالجديه شويه. تحس ان انت يعني تقف كده قدام الدايه اذا كنت مش مصدق نفسك تقول انا هتخرج مهندس مش هتخرج بياع بطاطا. يعني وكان بقى في بياع غزل البنات كمان بقى حاجه على الباب بره بقى زي يعني بين سوق. فيعني ايه حتى على الاقل الشهر اللي فاضل ده لغايه نهايه الامتحانات يعني نخش في معسكر جد علشان يعني نعمل نتيجه كويسه لنفسنا والله لنفسنا. وزي ما قلت لكم قبل كده يعني بس انتوا مجموعتكم يمكن اخف شويه اهون من مجموعه يوم الاثنين وبكره يعني احسن مجموعتين عندي يوم الخميس. واسوء مجموعه يوم الاثنين. انتوا في النص. في ناس كويسه وفي ناس يعني بيردوا الجميل لاهاليهم اللي معظمهم مسافرين بره بيكدوا ويتعبوا عشان يعني يوفروا له اللي هو فيه ده، بيردوا له الجميل بان هو يديله قفا. معلش يعني هي كده ملهاش تفسير ملهاش اسم تاني غير كده بانه يجيب له بقى يسقطه في الامتحان ولا يجيب درجات زي الهبال. ده رد الجميل. فيعني حتى اللي هنقول ايه او فوتت الفتره اللي فاتت دي حاول بقى الفتره اللي جايه الشهر اللي جاي ده يعني تسيبك بقى من الفيسبوك ومن الوقت اللي انت بتضيعه في الكلام فارغ، وحاول انت يعني تحترم نفسك كده وتلتزم وتحس بالمسؤوليه عشان تجيب درجات كويسه في الامتحان. النهارده اخر موضوع لينا في الترم ده ما هخش في مسائل متدرجه في الصعوبه. فانت عندك هنا اهو الشيت ده الثلاث مسائل دول اساينمنت الاسبوع اللي جاي. والمسائلتين دول هنحلهم النهارده. من ضمنهم مسائل دي هشرحها وهنحلها بره. خلاص؟ فهنا اهو الاسبوع اللي جاي هتبقى مسائل اصعب واللي بعده هتبقى مسائل اصعب استعدادا للامتحان. فخلاص مسائل احنا دلوقتي بنتدرب على الاسقاط، فهنا هعمل برضه مراجعه شامله على الاسقاط وانا بحل المسألة هعمل مراجعه شامله على الاسقاط بما فيها الحاجات الجديده اللي موجوده عندنا. اوكي؟ طيب. اول واهم حاجه الاسقاط يعني بقول لك ده هو كده تتويج لكل شغلنا. يعني واحد جاي من شويه وجاي 4.5 من 15 في الامتحان بيقول لي اصل مساله الاوبليك، قلت له سيبك بس خد صفر في مساله الاوبليك. جاب 4.5 من 9 عليه في مساله الاسقاط. 4.5 من 9 عليه. يعني مش فاهم اسقاط خالص يعني ولا ايه بالظبط يعني؟ فقلنا الاسقاط وشرحت لك اهم حاجه في الاسقاط هي ان انت تحس بان انت قدامك مجسم. قدامك مجسم مش قدامك شكل يعني لازم تعرف في الاول ان احنا الجسم بتاعنا زي ما اتفقنا في الاول خالص قلنا ايه؟ قلنا اي جسم 3 دي اي جسم مجسم 3 ابعاد في طول وفي ارتفاع وفي عرض لينث ويث وهايت. طيب عشان تشوف الكلام ده ايه؟ عشان تشوف الكلام ده هتعمل ايه؟ لان احنا قدامنا اللوحه اللي بنرسم فيها او اي اذا كنت بتصور ولا اي حاجه هي 2 دي
فانت بتحط التلاتة دي على 2 دي عشان اشوفهم بعمل ايه، عشان اشوفهم بضطر ان انا احط لك الجسم كده، اميل لك الجسم كده. اصبح كل اكس من الاكسس التلاتة، الاكس والواي والزد مايل، الاكس مايل كده لفوق والزد مايل كده لفوق والواي مايل لقدام. طبعا مايل لقدام انت شايفه بس، لكن هو مايل لقدام عشان اقدر اشوف التلات اوجه اللي عندي، مش كده؟ طيب عشان اقدر افهم، او ده التعبير ده اللي برزنتيشن بالاكسونومتري، اللي احنا المجسم اسمه ايه؟ اكسونومتري. المجسم اسمه اكسونومتري. عشان نشوف الاكسونومتري يبقى لابد ان احنا زي ما قلنا نحط الكلام، نحط الكلام ده كده. انا بحطه كده وببص له ايه؟ ببص له من هنا اهو. عشان كده شايف الاكس وشايف الواي وشايف الزد. لكن ده التعبير ده الريبريزنتيشن ده للمجسم مش كافي ان احنا نشوف كل حاجه ونعرف كل التفاصيل، فلجأنا الى الاسقاط. وعشان افهم الاسقاط كويس قلنا لابد ان احنا نحس، مش بس نفهم، نحس بان عندي الثلاث محاور بتوعي اهو اكس واي وزد، لازم ابقى حاسس بيها ان الاكس والواي والزد دول مو اولا ايه؟ متعامدين على بعض. دي مهمة جدا، متعاملين على بعض. نمرة اثنين، ان كل اثنين منهم بيكونوا لي بلين. نمرة ثلاثة، كل بلين هنا عندي اكس واي وواي زد واكس زد، يبقى 3 بلينز. كل بلين من الثلاثة عمودي على الاثنين التانيين. كل بلين من الثلاثة عمودي على الاثنين التانيين. الحاجات دي يعني زي ما قلت لازم تحس بيها. يعني خلي بالكم من حاجه، يعني في ناس عشان يريحوا ضميرهم او الجزء الصغير اللي حي في ضميرهم بيقول ايه؟ احنا ما بنتخيلش خلاص. هو يعني صور لنفسه ان هو ما بيتخيلش، فبالتالي معلوش لوم. يسقط بقى مش مشكله، او يجيب درجه مش مشكله. طب لو قلت لك ان انت لو تخيلت كده فلاش في 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 كاليفورنيا ولا مش عارف في فلوريدا ولا في حته كده، هو حاجه من الحاجات المناظر الطبيعيه الخلابه دي، مش هتتخيل حاجات كتير. لو قلت لي لا تبقى كذاب، هتتخيل حاجات كتير قوي. فانت بس كل ما فهمت انت بتعذر نفسك او بتدي يعني اكسكيوز لنفسك ان انت مش كده ولا ايه؟ ما بتشوفش ساعات اي فيلم ولا اي تمثيل ولا حاجه كده، بتلاقي منظر تلاقي نفسك بتعيط، حسيت حركت مشاعرك، مش كده؟ يبقى فيها في عندك يعني خلاص. فبالتالي ما حدش يقول لي ما عنديش، انما ومع ذلك ومع ذلك وهصعبه عليك، هو خلاص ما انت ما عندكش تخيل، يبقى لازم تحفظ الكلام ده. ما بقتش الكلام ده طبعا، لكن لازم تحفظه، لازم الى الدرجات دي. ولو عملت كده هتعدي. وقلت لكم قبل كده والله واحد درست له في يوم من الايام وبعد كده حصل على كان يعني كان جينيوس بمعنى كلمه جينيوس، كان جبار. بدليل ان هو بعد كده مستقبلا حصل على جائزه الدوله التقديريه. النهار لما نجح في الرسم كان من قمه المسار. لان كان ده فعلا ما كانش عندهم اي نوع من التخيل، ولذلك دخل الكهرباء وفي مجال الكهرباء ما شاء الله ربنا فتح عليه وبقى حاجه يعني من علماء العالم، مش علماء مصر، علماء العالم. خلاص؟ فيعني اللي حاسس ان الكلام ده هو مش قادر يعني يحس بيه او يعني يتخيله يحفظه. اهو انت عندك الاوضه دي مثلا، قلنا المحور اللي تحت ده اكس وده واي وده زد. اهو الاكس مع الواي عامل مستوى اللي هو الجنب ده، والواي مع الزد عامل مستوى اللي هو الوش اللي هنا، والاكس مع الزد عامل مستوى الارض. خلاص؟ فهنا انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان لازم عشان اقدر اتخيل الشكل بتاعي احط كده اروح جاي رسم كده اهو، ارسم كده اعمل كده، ادي الاكس وادي الزد وادي الواي اهو.
احنا واحنا باصين لهم كده باصين كده عشان كده لما ببص للشكل بتاعي بشوفه زي ما هو كده. لكن دلوقتي في الاسقاط الفكره الاساسيه قايمه على ايه؟ قايمه على ان انا ببص في اتجاه واحد من المحاور الثلاثه، يا الاكس يا الواي يا الزد. فلو بصيت في اتجاه الاكس هنا اهو، يبقى كل الادجز اللي في اتجاه الاكس بقت في اتجاه نظري ولا لا؟ تاني لو بصيت في اتجاه الاكس يبقى كل الادجز الحروف دي كلها اللي في اتجاه نظري بقت ايه؟ في اتجاه نظري، بدل في اتجاه شوفها ايه؟ بوينت. والبلين ده اي بلين برضه في اتجاه نظري هشوفه ايه؟ لاين، سواء فيرتيكال لاين او هوريزونتال لاين زي اللي هنا ده كده اهوت، او اللي هنا او اللي هنا، او انكلايند لاين زي ده اللي اهوت، لان ده مايل كده. ونفس الحكايه لو بصيت في اتجاه الواي يبقى برضه كل اللاينز اللي في اتجاه الواي بقت ايه؟ بوينتس. ولما ابص في اتجاه زد يبقى كل اللاينز في اتجاه زد بقت بوينتس. يبقى اذا ده اللي لازم ابص له، ما اجيش واحد مثلا بيرسم لي ده كده اهو، انا بقول له ارسم لي فرونت على اساس ان ده كله ابر، ارسم لي فرونت، قال لي رسم لي فرونت قدامي اهو، ارسمه لي ازاي؟ عامل كده اهو وكده وكده اهو، هنا اهو عامل كده اوكي، كل الكلام ده مظبوط جميل جدا، او عامل كده وراح جاي عامل لي هنا خط كده. خط ده اللي هو ده هنا اهو، طب ازاي؟ انت في كنت باصص كده يبقى الخط ده ايه؟ الخط ده انطبق على النقطه دي، لان كل الكلام ده انا بطبقه في بعض. النقطه دي هتيجي هنا ودي هتيجي هنا، النقطه دي هتيجي مع دي مع دي مع دي فين؟ هنا اهو، كلها بقت نقطه واحده. اوكي؟ فده المفهوم اللي احنا بنشتغل بيه في الاسقاط. ده الحاجة اللي احنا لازم نستوعبها ولازم نشتغل بيها، واللي عايز زي ما قلت لك الفترة اللي جاية دي فترة معسكر، وفي يعني روح حل وعندك الكتاب مليان مسائل حل وتعالى وريها لي. وفجأة الناس لغاية دلوقتي تيجي تقول لي يعني احنا ممكن نيجي لك؟ طب ما بتجيش ليه؟ خايفين. ما بتجيش حد شاف حد طالع مثلا بخور دم من عندي ولا على عكاز ولا رقبته طايره ولا مش عارف مش عارف جايز اللي خير بتريحوني شكرا. خلاص طيب هنبص كده اهوت، نبتدي بايه؟ نبتدي بايه ونمشي ازاي؟ أول حاجة زي ما قلنا قبل كده نشوف فين الفرونت وفين السايد فيو. فين الفرونت وفين السايد فيو؟ قلنا قبل كده الفرونت هو في اتجاه عمودي على الطول الأطول، البعد الأطول. كويس؟ يبقى هنا أهو ده كام؟ ده هنا 90 وده كام؟ 50، يبقى 90 متهيألي أكبر من 50. فبالتالي هنبص في اتجاه عمودي على اتجاه الإكس بالمنظر ده، هنبص في اتجاه الإكس. آدي. طيب يبقى إذا السايد فيو فاني اتجاه اذا كان في اتجاه الاكس ده هو الفرونت، يبقى السايد فيو هيبقى في اتجاه الزد. ببص له منين؟ من اليمين للشمال. ببص له من اليمين للشمال يبقى حسقته على الشمال. ليه؟ انت لما تبص واحد جايب كان جايب 15 بلس 1 ومع ذلك حاطط لي السايد فيو بتاعه بص من اليمين وحاطه لي اليمين، فنقص درجتين. وجاي بيقول لي مستسكى بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي لا اصل انا اشتغلت زي الكتاب بالنظام الامريكاني. ماشي؟ قلت له لو اشتغلت زي النظام زي نظام الكتاب يبقى التوب بتاعك ما كانش يبقى تحت. فوق. يبقى فين؟ يبقى فوق. قلت له انت كده خلطت الاثنين مع بعض وده ما ينفعش. كده بتدي على طول مساله يعني، وقلت لك قبل كده ان هنا اهوت المساله مش مساله ان انا نسيت او غلطت او الكلام ده، الكلام ده بيروح لراجل صنايعي بيقرا الرسمه بتاعتك ويصنعها. اديت له الرسمه كده هيصنع لك زي ما جبتها له. مش هتقول له نسيت. بقى. خلاص؟ فهنا اهو النظام الامريكاني النظام الامريكاني هي نفس المسقط بس بدل ما احطه فوق بحطه تحت. أو بدل ما أحطه تحت بحطه فوق. وبالتالي هبص من يمين لشمال أسقطه على اليمين.
لان هو ليه نظام المستوى اللي بيسقط عليه بيبقى ما بين عينه وبين الشكل. انما احنا المستوى بنسقط عليه بعد الشكل، عيني وبعدين الشكل وبعدين المستوى. ولذلك ابص من فوق اسقط تحت، ابص من اليمين شمال اهو. انت يعني اللي ينسى يفتكر كده انت بتحط التوب فين؟ تحت. بتبص من فوق لتحت وتسقط تحت. خلاص؟ يبقى هتبص من اليمين الشمال تسقط فين؟ شمال. من شمال يمين اسقط يمين. لان لسه في ناس نسبه مش قليله حوالي 20% او لا يعني 10% بيعمل حكايه. طبعا ما علينا من اللي بيحط الثلاث وساقط في اي حته يعني. وما علينا طبعا من الحبايب الحلوين اللي بيغشوا. يبقى عينه ضربه في اي حد يروح حاطط كده شاف خط هنا يعني. انا قلت لكم قبل كده يعني انا بقالي يعني قربت على نص قرن بدرس. والله فيعني مش هتفوت على حاجه زي كده لما تبقى راسم خط. احنا قلنا في زي ما هنشوف دلوقتي في فيرتيكال الاينمنت وهوريزونتال الاينمنت ومش عارف ايه والكلام ده كله. هو شاف في خط كده راح جاي حطه فين مش مشكله كده صح. ويقول لي انا حليت ليه واحد ما واحد ولا زيرو ولا كلام من ده. طيب اول ما خلاص حددنا فين الفرونت حددنا فين السايد فيو وسيبنا مكان للسايد يعني هنا السايد بتاعي هيبقى ترسم على الشمال يبقى سيب له مكان. يبقى لما ارسم الفرونت ارسمه على اليمين عشان اسيب مكان هنا. ما اجيش ارسم وبعدين تقول لي مش عارف ايه ده انا نسيت والله. طب طيب اوكي يبقى هنا اهو ابتدي ارسم المستويات اللي بتسقط خطوط. وانا افضل باستمرار بده احنا عندنا النظام اللي احنا ماشيين بيه يبقى ابتدي بالنقطه دي. ليه؟ لان النقطه دي هنا اهو هحطها هنا اهو على شمالها هيبقى فيه السايد وتحتها هيبقى فيه التوب. ماشي يبقى هبتدي بالنقطه دي اقول هبتدي بالنقطه دي اوكي المسافه دي وبعدين سهله واسمعوا الكلام اللي بقوله لكم وطبقوه شوفوا هتستفيدوا ولا لا. سهل على نفسك المسألة ازاي؟ هقول في الاول هنسى ده كانه مش موجود وانسى الحته دي كانها مش موجوده وانسى القطع اللي هنا برضه الحته دي طبعا رحتها هنا وانسى القطع اللي في نسوان هنا. سهل على نفسك كده هتبقى مسألة هايفة مش كده ولا ايه؟ طيب كده يبقى عندنا دي 90 القاع اللي تحت هيسقط ايه لو انا بص في اتجاه الاكس؟ جاست لاين هورزونتال لاين يبقى حاجه هنا اهو جاي عامل هورزونتال لاين. طيب الشكل بتاعي فيه سيمتريستي ولا لا؟ اي شكل فيه سيمتريستي هيسهل عليك جدا ان انت تاخد خط التناظر. فين خط التناظر عندي؟ اهو في نص في النص هنا وتروح جاي واخد خط كده وطفاية خط ده سنتر لاين والسنتر لاين ترسم سنتر لاين لغاية دلوقتي ما زال في ناس بترسم السنتر لاين داش لاين وداش لاين سنتر لاين. هو حر ده مش بس بيخسر درجات الجرافيكال ليفل انما درجة الشكل نفسه حتى لو صح بتتأثر. مش حاجة اسمها لغاية بس ما ترسم الداش لاين والسنتر لاين دي 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 يعني دي كسر ده يدل على مدى الإهمال اللي عندنا. وبرضه من غير ما أحدد اللي بيندغ لبانة لو سمحت بلاش. أوكي؟ ده كده. خلاص دي طيب هنا عندي في مستوى هنا ومستوى دول هتلاقوا ايه؟ فيرتيكال لاين بتروحوا قد ايه؟ 15 يبقى حاجه هنا اهو اطلع 15 هنا 15 هنا واعمل الحاجات دي في نفس الوقت على طول كده اهو. وبعدين اجي هنا اهو الارتفاع قد ايه؟ 54. الحته دي ناس كتير غلطت فيها رغم انها هايفه
مميلة الشكل. مش عارف تبتدي منين النقطة دي، تبتدي منين مش عارف. يبقى الساعة 54 والعرض كام؟ أو كل كام؟ 50. يبقى حاجة أطلع بس الساعة 54 أهو، وأروح جاي واخد هورزونتال لاين أهو كده 25 يمين 25 هنا، 25 هنا، 25 هنا كده خلاص. طب المستوى المائل ده مش هوصل النقطة دي بالنقطة دي؟ هوصل النقطة دي بالنقطة أهو. بدل ما أقعد أحسب وأقول 90 ناقص 50 على 2 وأضرب مش عارف في كام وأقسم على كام وأعمل إيه، ما هي كده على طول. طيب نيجي بقى للصوانه اللي فوق دي، الصوانه اللي فوق دي هنا برضه المستوى المائل ده، ده مش مستوى واحد ولا عشان عندي الخط ده هنا وتبقى فيه كسره في المستوى ده مستوى مائل واحد، خط واحد. اوكي نيجي نمسك الاسطوانه. خلاص الاسطوانه القطر بتاعها كام؟ 5 30. القطر بتاعها 5 30. اوكي يبقى احنا لو ارتفاعها قد ايه؟ 24. كل حاجه هنا اهو اهو كده اهو 15 يمين و15 شمال اهو، اروح جاي لازم ده كده. متهيألي مفيش اسهل من كده. خلاص وبعدين 10 عشان المفروض الفرق ما بينهم 10 10 يمين و10 شمال. ما بحسبش حاجه، ما بحسبش حاجه خالص. انت البعد عندك موجود ولا مش موجود؟ خلاص اقسم بالابعاد اللي موجوده عندك، اللي يطلع ماليك ما تحسبش حاجه. اوكي طيب نيجي بعد كده نشوف الفتحه دي، يعني موجود كل ابعادها مدينة اهي 34 و20 و20. يبقى حاجه من هنا اطلع 20، اطلع 20 اهو كويس، واروح جاي ايه؟ واخد كام؟ 10 10 وتحت ال 34 اخد 17 مش كده؟ 17 كده اهو، تروح جاي موصل كده اهو اهو وكده اهو كويس. هذا الخط موجود ولا هتشال؟ هتشال. يبقى نشيل وفي ساعتها نشيله وفي ساعتها، لان في ناس للاسف وناس ممتازين وجايبين درجات كويسه قوي ساب الخط ده كده وبعدين هو جاي في الاخر بيفنش طبعا مستعجل، يلا اي حاجه قدام منه اديها. اوكي طبعا تعمل لي دي كده خلاص معناها ان الهول ده ما بقاش نافذ، ما بقاش طالع للناحيه الثانيه، بقى له عمق معين، له عمق معين، يبقى لابد هيبقى له داش لاين تحته وعلى السايد فيو. شفت الدنيا بتتدربك ازاي؟ فهنا اهو على طول الخط ملوش لازمه اشيله. خلص. ادي حاجه، وبعدين هنا اهو الحته دي. ده مكون من ايه؟ برضه لان ناس كتير تقول لي احنا مش فاهمين الداش لاين. مفيش حاجه اسمها مش فاهم الداش لاين. الداش لاين ده بيعبر لك عن حاجه موجوده لكن انا مش شايفها بشكل مباشر. يعني لو جيت مثلا تصورت كده ان الحته دي الجزء اللي هنا ده انا شلته مش موجود، هتشوف السطح ده ولا لا؟ وهتشوف ده ولا لا؟ وهتشوف ده ولا لا؟ هتقسمه ازاي؟ زي ما انت شايفه كويس؟ طب جيت حطيت لك دي هي نفس الحاجه اللي كنت هترسمها وانت شايفها؟ هترسمها بس ايه؟ مش شكرا من كده. هنا لو شلنا الحته دي هشوف ايه؟ على بعد المسافه دي قد ايه من جهه دي؟ 6. يبقى هخش 6 هنا اهو اهو و6 هنا. المنظر ده كده اهو. وبعدين المستوى ده مش اخو ده؟ المستوى ده مش اخو ده؟ مش كده ولا ايه؟ يعني مستوى فيرتيكال او سايد بلين، خلينا نقول سايد بلين. سايد بلين وانا بص في الاتجاه هشوفه ايه؟ فيرتيكال لاين. مش كده؟ يبقى حاجه هنا اطرح جاي لازم داش لاين. من هنا ومن هنا وداش لاين، داش لاين ما هوش نقط، مش نقط، لا
كاشلاين احنا عرفناه وشفناه في الاول، ولذلك انا نبهت على السادة خلاص من هنا لغايه اخر السنه هتلاقوا فيه يعني اسلوب تاني في تصنيع الدرجه. يعني مش كاتب، مش عامل تايتل بلوك، اللي مش عامل فريم، اللي عامل داش لاين بالمنظر باي منظر مش حلو مش مظبوط، سنتر لاين، الحاجات دي كلها دي تعليمات وشديده جدا. صفر. خلاص ما عادش فيه، ما ينفعش انا بسوق بقى في وسط البلد او في على الطريق السريع وانا مش ما يعني مش عارف لسه فين دواسه الفرامل من دواسه البنزين، ما ينفعش. وانا مش على السريع مش هقعد لسه ادور عشان الاقي حاجه جت كده راحت شايلاني. ما ينفعش. خلاص ما عادش فيه اي مكان للاهمال. ده اللي هيعمل العيبه ده اهمال، مفيش مكان للاهمال. اوكي؟ طيب. للاسف الناس بتاخد الكلام ده على انه ايه؟ مش تحس انها بالغلط مثلا وعايزه تصلح ولابد تصلح نفسها، لا ده ايه الشده دي؟ ايه القرف ده؟ عايز تبقى مهندس كويس هو كده. عايز تبقى مهندس بطيخ شوف لك حته ثانيه، شوف لك شد البطيخ تتعلم فيه الهندسه. طيب هنا اهو، هل انا خد بالك بقى، خد بالك النقطه دي في قمه الاهميه، هل انا مدي لك البعد ده كويس؟ هل انا مدي لك البعد ده هنا اهو، البعد ده من هنا لهنا مش مديهولك، في ابعاد مش هديها لك، مش ناقصه، مش ابعاد ناقصه، لكن دي ابعاد مستنتجه، ابعاد هنستنتجها من الشكل. يعني لو انت ابتديت، احنا قلنا ممكن تبتدي ترسم اي مسقط من الثلاثه، ممكن ترسم التوب، ممكن ابتدي من بدايتي ابتدي بالتوب، ابتدي بالسايد، مش مشكله، لكن هتيجي في بعض الاحيان هتلاقي في بعد مش موجود، ما انتش عارف تجيبه. ما قلقش، ما قلقش، لان اللي بيحصل ان انتوا بتقلقوا وتبتدوا بقى تتعصبوا ونبتدي نبص نلاقي نقف نبلم ونضيع وقت. ليه؟ لان حضراتكم واخدين على لازم كل حاجه بالمعلقه، لازم كل حاجه تبقى موجوده في مكان ما في الذاكره، ندور عليها في الذاكره، لو ما لقيناهاش تبقى مصيبه. خلاص سيبها، هنشوف نفكر ازاي نجيبها. بمنتهى البساطه نفكر، نفكر. في الجامعه لازم نفكر. الجامعة ما ينفعش اسلوب ثانوي، هو اسلوب ثانوي في كل حتة في العالم بيفكروا، بس احنا للأسف هنا اللي احنا متعود عليه كان غير كده. خلاص؟ نفكر، نشوف ازاي. طيب، دي كده اهو، ليتس كده. طيب، المستوى اللي هنا ده ايه؟ وانا باص في اتجاه الاكس، ده هوريزونتال بلين. موجود عارفه ولا مش عارفه؟ عارف على ارتفاع، على ارتفاع ايه؟ 28. حاجة على 28 هيبقى لي هوريزونتال لاين. يبقى هيجي لي كده عند 28 ولا في هوريزونتال لاين. ده المنظر ده. يبقى الباقي ده ايه؟ مش موجود. صح؟ نخلي بالنا هنا من حاجة. اولا قبل الحاجه دي هنا المسافه دي لقيناها ولا ما لقيناهاش؟ لقيناها. جت. يبقى لو انت بتبتدي تحت هنا لما تيجي ترسم المسافه دي هتقف. طيب نسيبها ونقول دي مش موجوده عندي. طب ده ايه؟ انهي دايمنشن؟ ده لينث ولا ويت ولا هايت؟ ده يبقى لينث. طيب ايه المشترك مع التوب في اللينث؟ شوف المنطق اللي انت بتفكر بيه. طب ايه اللي مشترك مع التوب في اللينث؟ الفرونت. يبقى اكيد هجيبها من الفرونت، يبقى اطلع على الفرونت ارسم الفرونت هتلاقي طلعت لوحدها منزلها تحت. وهتشوف الكلام ده السايد فيو هتبان قوي. اوكي؟ طيب ده كده اهو. الحاجة التانية، الحاجة التانية ودي برضو ملحوظة في ناس كتير. ابص الاقي عامل لي خط مفتوح. يعني ناس مثلا اهو، ناس الاقيها عامل لي داش لاين طالع لبره كده وسايبه كده.
خرم الهواء. ده ستايل، ما ده ستايل يعني خرم الهواء. ما فيش خط لا داش لاين ولا سوليد لاين يبقى مفتوح ابدا. لما تلاقي خط مفتوح تعرف على طول ان في عندك حاجه غلط، لمبه حمراء تنور في دماغك، في حاجه غلط. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، حتى نهايات الخطوط لما تيجي تبص كده اهو، ده طبعا انتهينا كده اهو، برضه الاقي واحد مثلا عندي خط سوليد كده اهو وداش لاين جاي لي مثلا كده اهو، راح عامل لي الداش ده سابولي كده اهو. ما ينفعش. الداش لاين بتاعي لازم ينتهي عند الخط كده اهو. ما لم يكن الخط الداش لاين ده ممتد، يبقى في هذه الحاله اخليه كده اهو واهو كده، يبقى الحته دي هنا اهو، لان انت لما تشوف كده، انت لما تشوف دي كده، الداش لاين والخط ده ماشي كده. مش حتى من غير ما تفهم مش بيجي لك انطباع ان الخط السوليد ده هو الاقرب، مش كده ولا ايه؟ طيب ما هو فعلا كده الخط السوليد، لان الداش لاين ده بيعبر لي عن حاجه انا مستخبيه، فاكيد هتبقى ورا الخط السوليد كده. فهنا اهو يعني لما تيجي يعني عند التقاطعات او شايف كده اهو، شايف؟ ما يبقاش في خط مفتوح، ما ينفعش ان انا اجي اعمل كده اهو، دي لا، انما الداش لاين كده تتقفل مع الداش لاين كده، ما تبقاش مفتوحه كده اهوت الا زي ما بقول ان ايه؟ يبقى الخط ده ممتد ورا الخط ده، وطبعا ممتد يعني في جسم لسه ورا. ده ممتد في الفراغ، في الهواء. اوكي؟ طيب، كل الكلام ده احنا قلناه قبل كده لكن بننسى. انا بص كده، ده كده نافذ. مش كده؟ نافذ. مسافته موجوده عندي، المسافه دي 12 وعمق 16، فدي سهله ما فيهاش حاجه، انزل اخد الايه؟ 12 بتاعتي 6 يمين و6 شمال اهو، وبعمق الايه؟ بعمق اللي هم ادولي 16 اهو كده، ودي مقفل هنا كده اهو، وطبعا الحته دي ايه؟ ها؟ ده كده الفرونت، ده كده الفرونت. حد مش فاهم حاجة في الفرونت؟ حد عنده مركوزة هنا أو مش فاهم أي حاجة؟ هو بالفودة بتطلب بنسيب الجزئية بيسام النص اللي احنا قلنا عندنا خط تناظر باخد شمال ويمين، والمسافة 12 باخد 6 و6. اوكي؟ واضح؟ طيب نيجي نرسم بقى ال نبتدي بايه؟ ابتدي السايد، ابتدي بالسايد. اوكي؟ طيب السايد زي ما قلنا هبص من اليمين للشمال، يبقى في اتجاه ذاتي. خلاص؟ طيب قلنا بنسيب مسافه 20 مللي. بنسيب مسافه 20 مللي، يبقى هسيب 20 مللي هنا اهو، اهو هنا اهو، و20 مللي تحت هنا. المنظر ده. عشان لما نيجي ناخد الابعاد بالسايت الويدث نبقى نقدر ناخدهم بشكل مظبوط. طيب وانت بص كده هتشوف النقطه دي هتبقى ايه؟ طب النقطه دي النقطه اللي انا عاملها هنا دي اللي هي النقطه دي، مش كده ولا ايه؟ الظهر من ورا هشوفه ايه؟ لاين فيرتيكال لاين، يبقى هشوف فيرتيكال لاين الظهر من ورا لغايه فين؟ لا اول اول خط مش هقول 54، مش هبص على 54 خالص. ليه؟ الارتفاعات دي عندي هنا موجوده ولا مش موجوده؟ كل الارتفاعات موجوده، مش هبص على 54. ويمكن انا كنت عمال بشرح لحد في المكتب تحت، عملت حاجه قال لي والله طب ما دي اسهل، هقولها لك. قلت له والله اسهل لك يا شباب، اسهل لك اشتغل بيها. اللي هي ايه؟ جينا هنا اهو زي ما قلنا، قلنا العلاقه ما بين الفرونت والسايد ايه؟ هوريزونتال الاينمنت، امتداد افقي، مش كده ولا ايه؟ امتداد افقي. يبقى حاجه هنا اهو، تعالى عند كل نقطه من ديت اروح جاي واخد خط هنا اهو، هنا اهو اروح جاي واخد خط، هنا اهو اروح جاي واخد خط. اوكي؟ وهنا اهو كل نقطه، وهنا اهو اهي ديت اروح جاي واخد خط هنا، وهنا اهو اروح جاي واخد خط كل نقطة.
فوق النقطة الأخيرة. ودي هنا هو برضه اهي النقطة هنا ده جاي برضه. يبقى أنا هنا ده هيلزمني إن كل خط من دول يعني في عنده حاجة. طبعًا الخطوط دي لازم تتمسح في الآخر. ما تشوفهاش. لازم تتمسح في الآخر. ويعني ممكن يعني لو عايز تلقى لها مرة واتنين لكن خلاص تخلص منها بسرعة لأن يعني المفروض الكلام ده احنا فاهمينه كويس، اوكي؟ طيب هناخد دي كده اهوت، اوكي؟ خدنا ال 50 بقى اللي هنا دي، هل انا اللي شفتها قبل كده هنا؟ يبقى دي الحاجة الوحيدة اللي انا اقراها. انا قريت هنا كل الاطوال وكل الارتفاعات. فاضل لي ايه؟ الويتسز. فهقرا الويتسز، هقرا ال 50، هاخد 50. هاي ال 50 هنا اهو بس 50 كده القاع يبقى هيجي لي القاع هنا. طيب لو طلعت هنا اهوت يبقى عندي ده هيبقى ده وش ده كان الظهر وده الوش اهو هنا اهو تمام. طيب هنا عندي الخط ده هيجي لي اهو يبقى هيجي لي الخط ده هنا. هنا بقى في ناس بتعمل غلطه بتقطع غلطه. انا باصص هنا اهو والمستوى ده مايل كده قال ايه راسم لي الخط ده مايل ليه؟ ده مستوى مستوى اهو قدام منك مستوى كده لما يميل اهو مستوى قدامي لو مال كده هل الخط ده بيميل كده او بيميل لجوه ولا هو مال كده؟ لما هنيك امسك ورقه لما تمسك ورقه تحطها قدام منك كده اهو اهو لما ميلها كده هل هي مالت كده ولا مالت كده؟ ولا مالت كده اهو المستوى اللي هنا ده هل هو طلع لبره ولا دخل لجوه؟ هيظل زي ما هو مش كده ولا ايه؟ وقلت لك وتذكر باستمرار هذا الكلام وفي الامتحان ليس ما يمنع ان حط ايدك او حط ايدك كده في وشك وميلها كده شوف هتشوف ايه؟ تمام؟ طيب لكن وبعدين المستوى اللي فوق برضه المستوى اللي فوق هنيجي هيبقى عندي في خط هنا اهو كده اهو ده اللي هو ايه؟ المستوى الافقي اللي عندي اللي هو المستوى الافقي اللي هنا برضه عشان الحته دي داخله جوه هلاقي واحد عاملها لي كده اهو ده مستوى ايا كانت التفاصيل اللي فيه لو مسكت الورقه دي وقعدت يعني خرمتها وقطعتها باي شكل من الاشكال وبصيت لها كده اهو هتشوفها ايه؟ ستيل خط افقي ستيل خط افقي ما بيتأثرش بشكله جوه ايه؟ خلاص؟ طيب هنا اهو ده كده وبعدين عندي بقى الاسطوانة برضه في البداية في البداية أنا ناسي ده وناسي ده وناسي الفتحة دي طبعا الاسطوانة شمال زي لما تبص على الاسطوانة ده اسطوانة اهي أبص لها من أي زاوية من ال 360 درجة هلاقيها ايه؟ هي اهي يبقى مسقطين هشوفها في المستطيل ومسقط التاني هتشوفه دايره. يبقى هنا اهو هاجي اروح جاي ادي برضه السنتر لاين شكل متنازع حتى في السايد فيو ارسم السنتر لاين بتاعي. السنتر لاين يترسم برضه في حاله الاشكال المتناظره مش لازم بس الصوان حتى الاشكال المتناظره ترسم برضه السنتر لاين. اروح جاي هنا اهو ارسم ده كده ارسم ده اجل الصوره بتاعتي. طبعا الصوره بتاعتي كوبي بيست هي اوكي تمام. طيب نيجي نبص المجرى دي النفع ده اللي هو كان هنا ده اهو هنا السقف ده عندي مش كده؟ مش ده الرزولتا فين؟ لما هيتلف كده هيبقى ايه؟ هورزونتال لاين برضه هورزونتال لاين برضه بس ده اشكال هنا مش شايف حاجه قصاد ده كده هلاقي فيه ايه؟ قصاد ده هنا اهو بقى هلاقي فيه داش لاين المنظر ده خلاص الخط ده كده خلص خلاص مش عايزينه الخط ده كده مش عايزينه عشان ما ننساش الخطوط بتاعتنا اهو نمسك ده كده اهو تمام؟ طيب فين بقى المستوى المايل اللي هنا؟
والمستوى النايم فين دول؟ هل هم موجودين هنا ولا مش موجودين؟ موجودين. ها؟ موجودين. اللي هز الدماغ مفيش عندي نقطة مش مستوى نقطة موجودة في الجسم إلا وأنا قلت الكلام ده قبل كده لازم في حاجة بتمثلها في التلات مصادر نقطة مش مستوى. طب فين المستوى ده؟ أولا المستويين أنا بص من الاتجاه ده كده لما الجسم يبقى عندي كده أهو أو الجسم لما رجعه قبل ما سقطه كان كده وأنا بص من الاتجاه ده كده يبقى المستويين دول وانا بص كده هنطبقوا على بعض ولا لا؟ ادي اول حاجه، الحاجه الثانيه فين؟ اهو ادي المستطيل بتاعهم كده 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 خطوط الثلاثه دول سوليد لان في حاجه ثانيه سوليد انا شايفها فدارت على انطبقت على الفلاش لايت. خلاص بالمناسبه برضه من ضمن الحاجات الظريفه اللي انا شفتها في الامتحان بصيت لقيت واحد رسم لي اوت لاين زي كده حاجة زي كده رسمها لي سكاش لاين اوت لاين اوت لاين يعني زي ما اكون ببص لك كده واشوف جنبك داش لاين معناه ايه؟ اللي يعرف يقول لي مفيش حاجة اسمها اوت لاين خط خارجي يبقى داش لاين ابدا ابدا لان هنا الداش حاجة مستخبية ما بشوفهاش مفيش برضه مش هشوف داش لاين حاجة خط خارجي مش هشوفه اوكي طيب دي كده اهو طيب الحتة دي بقى هنا الجزئية دي انا عارف المسافة دي ولا لا؟ كام؟ 30 اوكي 30 يبقى حاجة من هنا اخد ايه؟ 15 15 15 و 15 اهي اوكي طب ارتفاعها عارفه ولا مش عارفه؟ اهو من هنا ما عنديش مش هفكر كتير ودي برضه فاي 30 تصادف في المساله كده اهو دي برضه فاي 30 يبقى حاجه كده اهو جاي عامل ايه؟ من هنا وكده وكده اهو اهو وكده اهو ادي ايه؟ ادي الفتحه اللي في الجنب وهنا خلاص ده خلاص اهو ادي الفتحه اللي في الجنب بتاعتي واللي فوق ده كمان خلاص اهو يعني اهو يبقى لي الخط الاخير اللي عندي اهو طيب الخط الاخير اللي عندي ده عباره عن بتاع ايه بقى؟ الفتحه اللي عندي الحد اللي هي بتاع ايه؟ المستوى ده صح؟ المستوى ده طيب المستوى ده وانا بصص له كده اهوت هذا ايه؟ طقس. اوكي؟ فانا هقول ان هنا دلوقتي اهو ان هنا اهو في خط. في خط هنا اهو في حته دي. الخط ده انا شايفه؟ ها؟ طيب مش شايفه كله ولا في حتت انا مش شايفها وحتت مش شايفها؟ كله احنا مش كله طب بص دي بص دي ركز كده في الحته دي تصور في المقام الاول ان ده كامل يبقى هشوف السطح الخارجي على الخط الاسود ده ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ الاسطوانه الخارجيه دي سيبك من الفتحه اللي جوه بتكلم عن الاسطوانه الخارجيه دي هنا عندك في اسطوانه اهي وفي اسطوانه ثانيه هنا اهوت والاسطوانه الثانيه كنت هشوفها ايه؟ على الخط الاسود ده كانت كامله صح؟ طيب ولو حاططها لك كده اهو لو بصيت لها انت بقى كده مش بصيت لها كده بصيت لها كده وكنت هتشوف ايه؟ رسم الاسطوانه الثانيه عند اخر نقطه هنا مش كده ولا ايه؟ كما لو كنت حطيتها لك كده اهو اهو هتشوف كده هتشوف خط كده مظبوط؟ طيب لما جينا قطعنا الحته اللي احنا قطعناها دي وعشان تتصورها اكتر تصور مثلا القطع ده اوسع كمان من كده اهو كده
يبقى اخر خط انت شايفه هنا هل هو منطبق مع النقطه دي؟ لا. ولا داخل لجوه عنه؟ داخل لجوه عنه. طيب والمسافه بقى يبقى الخط بتاعي مش جاي من هنا لهنا، لما ابص كده مش هيبقى الخط اللي انا شايفه اهو، هيبقى ماشي من هنا كده اهو لغايه هنا كده، هيبقى ماشي. اخر حاجه انا شايفها مش هو الخط، الخط اللي انا عملته ده مش كده؟ طب الحته الصغيره اللي من هنا لهنا دي وانت بص كده شايفها ولا مش شايفها؟ شايف. ابتدى الخط يختفي امتى؟ من بعد ما ده بان مش كده؟ يعني لو تصورنا ان انا القطع بتاعي هنا اهو في الحته دي كده، يبقى هلاقي الخط ده هنا، يبقى الجزء اللي هنا ده بقى ايه؟ بقى مفتوح قدامي، ما بقاش في حاجه مضايقاه، فهشوفه مش كده؟ لكن فين بقى الخط اللي هي ايه؟ اللي هي المسافه دي من هنا لهنا، يعني لو نزلنا لو جينا كده وصلنا خط ما بين النقطه دي والنقطه دي كده كده في الحته دي كده، وانا بص كده شايفها ولا مش شايفها؟ ها؟ ابتدى يتقلق امتى؟ بعد الخط ده، يعني الجزء اللي هنا ده كده ابتدى يتقلق. لكن فين المسافه دي؟ انا عارفها؟ مش عارفها. طب المسافه دي ايه؟ طول. اهو ترجع تاني لنفس السؤال، المسافه دي طول ولا عرض ولا ارتفاع؟ عرض. ها؟ عرض. ايه المشترك مع السايد في العرض؟ طول. طول مشترك مع السايد في العرض. سمك لبن طمر هندي اي حاجه. ايه المشترك مع السايد في العرض؟ الطول. قلت ومد الشعب اللي مشترك مع السايد في العرض هو احنا قلنا الفرونت مع السايد مشتركين في الهايتس، والفرونت مع التوب مشتركين في اللينثس، والسايد مع التوب مشتركين فين؟ في العروض في الويثس. بدليل ان احنا قلنا ايه؟ ان انت لما تيجي هنا اهو ممكن تعمل تفتح خط 45 درجه كده، بحيث ان المسافه اللي عندك هنا تبقى فين؟ تبقى هنا، لان الويتس هنا كده والويتس هنا كده. انت فعلا من زمان قلنا اذا كان ده كده اهو الويتس اهو هنا، لما هيلف تحت هيبقى الويتس اهو، ده اللي هنا هورزونتال وهنا فيرتيكال. تمام؟ يبقى الحته دي هنا انا عارف ان في خط، الخط ده فيه اكتره داش لاين وفي حتتين من الناحيه دي ومن الناحيه اللي ورا، الحتتين دول هيبقوا سوليد لاين، هستنى لما اشوف ايه؟ الطب اجيبهم من الطب. خلاص؟ طبعا الخط ده يعني اوكي المفروض ان هو لان الخط ده المفروض يبقى طبعا ايه؟ مع الزد اللي هي دي الحته اللي احنا هنشوفها. تمام؟ طيب نرسم التوب، نرسم التوب عشان المطلوب اننا وبعدين نستنتج منه الحته دي عشان نوديها الناحيه الثانيه. طب نرسم التوب، اول نقطه ببتدي بيها برضه فين؟ اللي هي النقطه اللي هنا، اسيب 20 و20 اهو كده عشان لما اجي لما انزل كده اهو كده وانزل كده اهو اهو يتقابلوا عند ايه؟ يتقابلوا عند النقطه دي عشان اضمن ان المسافه دي قد المسافه دي، وبالتالي لما انزل كده اهو هنا اهوت اهو كده وامشي كده اهو وامشي كده اهوت، يبقى المسافه بتاعتي اللي هنا هي نفس المسافه اللي هنا. اوكي؟ ده برضو دي زي برضو بنعمل الخطوط اللي عندنا هنا عشان نسهل على نفسنا، ولو ان بعد كده اللي يحس ان هو خلاص يعني فهم يبقى ما فيش داعي ان هو يعمل الكلام. ادي اول حاجه. طيب زي ما عملنا الخطوط اللي فوق برضو هنا زي ما اتفقنا ما بين الفرونت والتوب في ايه؟ فيرتيكال الاينمنت، يعني حاجه من هنا اهو، ادي بدايتي وادي النهايه. وكل نقطة عندي بعد كده هنا اهو هتبقى النقطة دي
زي دي كده. النقطة دي زي دي كده. النقطة دي زي دي كده. دي زي دي كده. دي هتنزل لي كده. اوكي؟ وبعدين برضه الاسطوانه هتنزل لي هنا كده اهو. اوكي؟ والفتحه بتاعت الاسطوانه هتنزل لي هنا. كده انا رسمت نص الشكل. النص الثاني زيه طبعا. اوكي؟ وبعدين اجي هنا اهو نص نقطه المنتصف ده هيبقى سنتر لاين. اهو. وهنا سنتر لاين بتاعي اهو. اوكي يبقى هنا اهو النقطه دي ده هينزل فين الاسطوانه؟ الاسطوانه اهي يبقى هي دي كده يبقى هيجي لي هنا اهو الدايره بتاعتنا هتجي لي ازاي؟ الدايره هتجي لي هنا اهي يمكن هكبرها شويه تحت هنا عشان ادي الاسطوانه. طب فين الخطين بتوعنا اللي بنتكلم عنهم؟ ادي خط اهو هنا اهو يبقى هجيب الخط ده هنا اهو اهو واخوه فين؟ في الناحيه الثانيه. اوكي؟ هشيل الخط ده عشان الدنيا تبان اهو في المنظر ده. فين بقى الخط الاحمر اللي عندي هنا ده؟ ها؟ لو انا جيت ايه؟ اللي هو الحته دي. حته سؤال حته اوكي يبقى انا باخد المسافه بتاعتي ديت اهي اروح جاي نايله فين؟ نايله هنا يبقى الخط ده هيجي لي ازاي؟ هيجي لي هنا اهو كده اهو ينزل لي كده اهو ينزل لي كده اهو منين؟ اهو لو حبيت عملت الخط النقطه ديت عملتها كده اهو اهي هنا كده اروح جاي ايه؟ اوكي ونحسن الكام من تحت ماشي كده واطلع كده اهو هجيب النقطه دي. طب الحته دي بقى اللي هنا دي موجوده ولا هتتشال؟ اهو بص كده الخط بتاعي اللي كان هنا اهو اترحل بقى فين؟ جوه. يبقى الجزء اللي بره ده ايه؟ اتشال. معاك الجزء هي ديت اهو يبقى الحته دي هتتشال اهو اهو من هنا دي هتتشال اهي كده اهو ويبقى عندي الجزء من هنا لهنا هعملها بالاحمر برضو يبقى من هنا لهنا اهي دي هتبقى سوليد ومن هنا دي هتبقى سوليد ويبقى هيبقى ايه؟ في يبقى دي اللي هي ايه لما بالظبط الحته دي اهي انت شفت دي لما تبص دي كده اهي اهي دي شايفها مختصر عما لو كانت الاسطوانه كامله ولا لا مختصر داخل جوه والجزء الباقي بيبقى سوليد خلاص ده كده اهو وبعدين الاسطوانه نفسها طبعا قصدي الجزء اللي تحتاني ده هيبقى عندي كل ده اهو داير مجهول سوليد لاين ادي الكونتور بتاع الشكل بتاعك وبعدين طبعا هنا اهو متهيألي يعني دي المفروض ان محدش يخطئها هنا انا عندي دي خط وانا عندي دي خط وخط خط اربع خطوط مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا دول كلهم هيظهروني ايه؟ داش لاين يبقى الخط ده اهو هنا اهو في عندي داش لاين وهنا هنبقى عندي داش لاين وهنا هنبقى عندي داش لاين وهنا هنبقى عندي
ساين. هذه الأربعة ده تنزل عندي. خلاص. اوكي. المنظر ده. وبعدين هيبقى عندي بقى الحته الفاتحه اللي عندي هنا دي الخط ده على بعد قد ايه؟ 6 مللي اهوت اهو الناحيه دي الناحيه الثانيه اهو كده. وبعدين همشي لغايه فين؟ همشي لغايه هنا اهو اهو حرف فين وفين اهو. ده المستطيل ده لفين؟ ها؟ المستطيل ده لفين؟ اللي هو المستوى ده اهو كده ليه؟ كده لهنا خلاص؟ وبعدين الخطين اللي فوق دول من تحت نازل من تحت هنا اهو هيدخل لجوه شويه لجوه شويه كده نوصل لغايه هنا اهو كده. الخط ده لان الخط ده نازل من فوق اهو هيجي لي من هنا كده ومن هنا هنا اهو ده هيجي لي من هنا اهو اهو كده هنا هيك الورقه بتاعتي كده. نعم الخط ده اهو هنا الخط ده اللي هو الخط ده اهو الخط ده والخط ده اللي هما فين اللي هما من النقطة ديت اهي كده النقطة دي اللي هو الركن ده هنا يبقى في خط هنا خط تاني كده يبقى نزلنا بيهم اهو من هنا ادي واحد والتاني والناحية التانية ادي واحد والتاني خلاص. خد بالك حد عنده سؤال في الكلام ده خد بالك من حاجة مهمة جدا بقى خد بالك من حاجة مهمة جدا هنا اهو دي ايه فاكرين لما قلت لك لما تحط ايدك مايله كده كده قلنا لما ببص ايدي كده اهو بشوفها ايه؟ بشوفها في الوش كده بشوفها زي ما هي بكل تفاصيلها وابعادها ابص لها من الجنبين من هنا ومن فوق عليا خط لكن لما اتميل كده هبص لها من الجنب الاقيها خط مايل انما هبص لها من قدام وابص لها من فوق هلاقي ايه؟ هلاقي مستوى كف ايدي موجود لكن بابعاد أقل. مرة يعني قلنا المستوى المائل بيسقط مرتين مستوى ومرة خط مائل. مش كده ولا إيه؟ طب هل شوف كده الكلام ده مظبوط علينا ولا لأ؟ فين المستوى المائل؟ أهو المستوى المائل هنا. أهو. ده أدي مسقطه كمستوى مائل. طيب مسقطه هنا شكله هنا إيه؟ حرف يو. حرف اليو ده موجود عندي هنا نبص كده موجود ولا مش موجود؟ وانا باص عليه من فوق يبقى هشوفه كده طب وانا باص عليه من الجنب موجود ولا مش موجود؟ موجود اهو ماشي كده اهو كده اهو كده اهو هنا هو نفسه حرف اليو اللي هنا لف بقى ايه؟ نفسه بقى هنا وطبعا موجود الناحيه الثانيه بقى وانطبق عليه يعني هو موجود هنا برضه اهو كده والاثنين انطبقوا على بعض هنا برضه اهو كده بوصل نقط انا بوصل نقط المستوى المائل ده النقطه دي هي الخط ده والنقطه دي هي الخط ده والخط ده والنقطه دي هي الخط ده بوصل نقط ما بجيبش حاجه من عندي بس كده حد عنده اي سؤال؟
حاجه مش واضحه، في حاجه مش مفهومه. طيب نعم، في واحد بيسال يبقى نسمع السؤال. انهي حته؟ الافقيه، المستوى الافقي اللي هنا عايزها من التوب بتاعك. المستوى الافقي دوت يعني اللي هو ده، المستوى ده فين؟ مش ده احنا واحنا باصين كده، المستوى الافقي اللي عندي ده بني ازاي؟ مش بني من النقطه دي للنقطه دي؟ طب النقطه دي موجوده عندي ولا مش موجوده عندي؟ مش انا نزلت بالفيرتيكال لاين ده مسافه 28 كانت النقطه دي؟ مش كده؟ وبعد كده ده مستوى افقي، هورزونتال بلين، هورزونتال بلين عايز خط ايه؟ هورزونتال لاين، فهمشي بيه هورزونتال لاين لغايه لما تقطع مع المستوى المائل. وانس قطع مع المستوى المائل يبقى خلاص النقطه دي المسافه دي اتحددت، ما كانتش موجوده عندي. اتحددت من هنا، اروح جاي منزلها تحت. اوكي؟ فهمت؟ اي سؤال تاني؟ خلاص زي زي هنا. هيبقى فوق مش هيبقى فيه اي حاجه تانية غير كده. طيب دلوقتي عندنا مجرد 10 دقايق بسرعه جدا، اللي عايز يخرج اللي عايز يقعد يشتغل يقعد يشتغل.